أهلا وسهلا فيكم من جديد. بعد ما تابعنا واستمتعنا بمشاهدة باتل فور حديثة، ومثل ما خبرتكم بأول الحلقة رح نبدأ نقاشنا مع ضيوفنا في الاستوديو، سيد حسان عزت شاعر وناقد فني، وسيد صلاح محفوظ الكاتب الصحفي والناقد. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلونا نحكي عن السكريبت تبع الفيلم اللي شاهد أو اللي شارك فيه نيك برومفيلد العديد من الأشخاص بكتابة الفيلم أو بكتابة نص الفيلم، ولكن الغريب بالموضوع أنه ما في سكريبت للفيلم، في جنرال أوتلاين، وجنرال أوتلاين بلش يحكي مع الممثلين اللي هن مش ممثلين كمان لأنه أوكي ارتجلوا. فشو شو شو وجهة نظركم باختيار هيدا الأسلوب في تقديم الفيلم؟ يعني هو المساحة الضيقة مركزت الأحداث بحدث معين، مركزت الفيلم كله بحدث معين، هذا بيلجأ له الهواة عادة، يعني لأنه ما في أفق واسع فلسفي وراء مناقشة حدث كبير مثل الغزو الأمريكي إلى العراق، لكنه هو في عنده الجانب الاحترافي، وإن كانوا هدول فريقين العمل اللي هن هواة أو ناس شاركوا بالحرب حقيقة، بس هن الناس من لحم ودم يعني. لكن أيضا في بداخله الناس ممثلين، يعني البنت والعريس هدول اللي مثلوا هدول محترفين، وإلا يعني ناس من الطريق يجوا يمثلوا بهذه الطريقة عري وحمام، صعب اقتنع يعني. لكن هو أقنعنا تماما بأنه هدون ما عم مسلوا، هدون عم بيعيشوا حالة معينة، وبالتالي هو وإن كان هذا دائما بيلجأ له الهوات لأنه في جانب تسجيلي، لكن هو اشتغل فيه باحترافية. يعني هو سوق لفكرة أنه عدم استخدامه لممثلين محترفين بالمؤتمرات الصحفية بوجهة نظرك لأسباب تسويقية للفيلم، أنه أنا تعاملت مع ناس واقعيين؟ لا هو ليثبت جرأته وبالتالي ليتعامل مع شيء جديد يعني وشيء حي، يعني حتى هو ما بده يتعامل مع مسائل جاهزة، يعني بده يتفاجأ. لذلك هو حتى أثناء البداية والتعامل الأول تأخرت 3 أسابيع بمسألة البداية، لأنه اصطدم بناس من لحم ودم، يعني الفريق الأمريكي ما بدهم يقعدوا مع العراقيين على طاولة غدا وخايفين منهم، يعني ما زالت الأحداث جديدة، ما زال في أفكار مسبقة بين هدون وهدون، وبالتالي بيخشى الإنسان اللي عم بيمثل أنه يكون في شيء حقيقي يحدث على أرض الواقع. فهو المستجدات اللي حدثت معه عطت شيء من غرابة للفيلم وشيء من طيب إدهاش. سيد صلاح، شو رأيك أنت بمنهجية الدخول بفيلم مثل هيك من غير سيناريو من غير سكريبت؟ لا، وأنا أعتقد لأن المستغرب أن نيك برونفيلد ده من أحد مؤسسي السينما التسجيلية الروائية المعاصر، فالغريب جدا أنه قدم لنا فيلم مهلهل أو نص ما فيش نص، يعني تقدر تقول ما فيش نص. هل ده يرجع لشروط الشركة المنتجة اللي هي القناة الرابعة البريطانية، وان هي أثرت عليه او اقحمت عليه السيناريست اللي شاركوا في كتابة السيناريو اللي هو برضو مش موجود اساسا؟ فدي علامة استفهام، يعني مش قادر اقبلها. انا شخصيا مش قادر اقبل ان برونفيلد يسقط السقطة دي في نص او في تصوير نص مش موجود اساسا، مش متخدم عليه او يعني مش متعوب عليه اساسا. لو جبنا طالب اولى معهد سينما ممكن انت كرهان الفيلم 100%. لا، الفكره انا بكلم في الكواليتي، اوكي، انما الفكره نفسها حلوه انك بتناقش قضيه الحرب والمقاومه، ده هدف نبيل، لكن نفذه ازاي؟ طيب، لا نرجع نحكي عن اختيار الفكرة هلا، كونه جنرال أوتلاين وما في سكريبت معين، خلينا نحكي عن الفكرة بشكل عام. اختياره لمعركة الحديثة أو الباتل فور حديثة اللي صارت بالعراق، ومخرج بريطاني إجا من هنيك على الوطن العربي تيدرس الفكرة هي وتيعرف شو اللي صار بالعراق ب 19 نوفمبر 2005، وتينقله للمشاهد بفكره أو بتوجهه أو بسياسة ملعوبة، ما ليلوم لا هاد وليلوم هاد، ويترك القرار للمشاهد. يعني نحن معنا 3 عناصر أساسية أو 3 جهات، الأمريكان، العراق، والمخرج بريطاني. أوكي. كونه بريطاني يعني بالنسبة لا بدي أعقب على مسألة الفيلم، يعني أول شيء الحدث ممكن يتناول الحدث بأكثر من فيلم ويضاء بأكثر من إضاءة، لا يمكن أن يقدم فيلم من الأفلام ما يرضينا يعني دائما، وهذا ميزة السينما دائما بتحمل الجديد. يعني 2، مسألة الحرب العراقية الأمريكية العراقية
يعني تناولوها مخرجين عديدين، يعني في فيلم مثلا دماء أخي، وفي فيلم أوسمة الحرب. وبالتالي هاي الحرب ما زالت يعني هي أرض خصب للسينما. أوكي. وسينتج أفلام كثيرة. الفيلم هذا الفيلم يعني نحن اعتدنا على الإنتاج الأمريكي الضخم، واعتدنا على الإنتاج السينمائي الضخم، ولا هذا الفيلم يبسط بمسألة السينما. هذا التبسيط مطلوب لنكون نحن أمام مفاجآت جديدة على أرض واقع، أرض بكر، كيف هذا المخرج بده يقدم. أنا حسيت بأنه الفيلم بشد، وإن كان وجهات النظر بقى بتختلف حول مسألة ضخامة الحرب العراقية وإجراميتها والغزو الموجود فيها والدماء الكتيرة اللي جرت من خلالها، لكن هو أخذ حادثة معينة نحن من حاكم الفيلم بضوء الحادثة اللي أخذها وكيف قدمها. طيب على سيرة هالحادثة هذه رح ننتقل للأستاذ صلاح، ليش تم اختيار هذه الحادثة بالتحديد من وجهة نظرك؟ مع أنه الحرب العراقية كان فيها شيء 70,000,000 حادثة، ليش هذه بالتحديد؟ طبعا هو أنا أعتقد من وجهة نظر الشخصية أن اختيار حادثة فيها هذا العدد من الضحايا ربما يعني عشان يمثل تصغير أو تقليل من حجم الضحايا اللي يقال أنهم تجاوز 1,000,000 شخص أو أكتر، عشان يحصر لنا الحرب، جرائم الحرب الأمريكية في العراق في العدد ده من الضحايا، عشان اللي بيتفرج على الفيلم ممكن يعتقد أو اللي هو من عوام الناس أو الناس العادية تعتقد أن هو ده بس حجم الضحايا اللي كان موجود. وطبعا رمزية المشاهد القتل هو يمكن لقى في القصة نفسها أو في الضحايا نفسهم رمزية تستحق أنه يعمل لها الفيلم، من خلال مثلا قتل الحب، قتل الأطفال اللي هي قتل البراءة، قتل الشيوخ، قتل الحكمة. رمزية المشاهد دي في حد ذاتها يمكن تكون هي اللي حركت المخرج انه يختار الحادثه بتاع حديثه بالتحديد. هم انتقدوه بالعديد من المؤتمرات الصحفيه العالميه، هذا الفيلم حصل على العديد من الانتقادات والهجوم خاصه بسبب اختياره لهذه الحادثه، انه مثلا ليش ما سلط الضوء، ليش ما كان من اوائل الناس اللي سلط الضوء على الحوادث الاكبر من مثل كانت بتصير بسجن ابو غريب وغيرها من الحوادث، او ليش ما صغر الحادثه. كانت اجابته انه تم اختيار الحادثه الوسط لانه ما فينا ان ان, إن نتطرق لجانب بشع جدا اللي هو جانب أبو غريب، وما فينا نأخذ الجوانب الصغيرة نكبرها قد ما فينا، فخلينا الجانب الوسط. فهل برأيك هيدا الحكي مزبوط أنه نقل بواقعية حادثة وسط ممكن يتقبل المشاهد على الرغم من بشاعتها كجريمة حرب؟ هلأ هو الفيلم مغامرة بحد ذاته. أوكي. يعني في مغامرة، جانب المغامرة أنه هو عم يركز على مسألة قد تكون صغيرة لكن ذات أبعاد كبيرة، لكن أيضا بالسياق بالنتائج اللي توصل لها الفيلم بالأخير أنه هناك عبث، نحن خسرنا معركة لكن ربحنا السمعة الأمريكية، الضباط بدهم السمعة الأمريكية، الرئيس الأمريكي بالأخير هذا المشهد التسجيلي أنه كل شيء يجوز لكن السمعة الأمريكية لا يجوز المساس فيها، غير قابل للمساس. فبالتالي نحن أمام السمعة الأمريكية اللي بيعتمد الإعلام وفبركة الإعلام عليها الضخمة جدا، ومن خلال حادثة صغيرة ممكن أنت تنقب بهذا الجدار اللي هو السمعة الأمريكية والغزو العراقي أيضا. اثنين، أن يسأل الجنود داخل قبل المعركة أو أثناء المعركة أنه نحن لماذا نحن هنا، لا نعرف، لا يعرفون إلا أنهم سيقاتلون ناس بدهم يقتلون، القضية الأكبر يعني ناس بدهم يقتلونا فبنقتلهم قبل ما يقتلونا. إذن القضية تهزلت المسألة الكبيرة بمسألة بنوايا صغيرة، أما المطامع الاستعمارية والنفط وهي القضايا فما قرب له هو، وليش ما قرب له يعني لانه ايضا هن شركاء بالحرب يعني البريطاني بجوز او بجوز لانه حب يتطرق للحرب، لانه بفترته كان في العديد من الافلام عم تتطرق لقصة انه مين الغلطان والحق عمين ومين غازو مين، بس هو عم بيتطرق لجانب كتير كتير بسيط انه هدول اللي موجودين على ارض الواقع على الناس الصغار، انه مثلا جندي امريكي لازم نكرهه نحن بالعالم العربي، او بامريكا شخص عراقي او بياع تمر عراقي لازم نكرهه، كلمة عراقي مكروه بأمريكا وكلمة عربي أو كلمة أمريكي مكروه بالوطن العربي. هو الظاهر حب يتطرق لهذا الجانب بس ويعزل the gods of war أو الناس المخططين للحرب. المهم خلينا نتطرق لنقطة صغيرة، وهالجانب هذا تصوير على أنهم بشر وأحاسيس ومن لحم ودم وبيزعلوا وبيحملوا آلام قائد الفصيل
ورجعنا اياه بشكل انساني، مو الجندي الامريكي الضخم المدجج، يعني هو الجندي بالاساس القاتل، لكن هون عم يورجينا المشاعر الصغيره ايضا، مشاعره تجاه الصبيه اللي فقدت زوجها بهي اللحظه، او البنت اللي شالها من البانيو، هي البنت اللي ايه، هو عم يورجينا اياهم لحم ودم، هدول من لحم ودم، لكن القرار ليس من لحم ودم ابدا. القرار قرار الحرب، هدول رؤساء الحرب، بس هو جندي ات اند اوف ذا داي، جندي. من هون شد الفيلم، بشدنا من هالجانب الانساني الصغير هذا اللي بمسنا، اللي نحن ممكن نكون جنود، ممكن نكون قتلى، ممكن، او بالتالي بمس هذا الإنسان، ونحن القضية تمسنا أكثر من الأمريكان يمكن. مزبوط، لأنه نحن الضحية. طيب خلينا ننتقل للجانب الفني، الإخراج والتصوير والصوت واختيار الممثلين. إخراجياً كيف تشوف؟ إخراجياً أنا لو شلت نص مشاهد الفيلم مش هيتأثر. لو شلت نص مشاهد الفيلم مش هيتأثر. لأن عندك مط كتير جداً في المشاهد، مشاهد المدرعات اللي ماشية في الصحراء فترة طويلة تتجاوز الدقيقة. مشاهد الحمام، مشاهد بتاع الجنود اللي بيستحموا، مشاهد كتيرة جدا يعني تقدر تشيلها والفيلم مش هيتأثر، ولا الفكرة ولا المسجات اللي عاوز يوصلها هتتأثر بأي شيء. تقريبا عملية المط معرفش هل كانت مقصودة أم هو خلل من بجوز بده يغطي على عيب أنه ما في سكريبت، أو اشتال حاجات واضطر يحط المشاهد دي مكانها. طيب شو رأيك؟ أنا حسيت بأنه هاي البهارات ضرورية للفيلم ليصير فيلم، ليصير فيلم، لأنه بدونها رح يكون هزيل. المشكلة أنها مش بهارات يعني. يا أستاذ حسين، لا اسمح لي، يعني مسألة الجنود وقت عم بيتحمموا بالبداية أنا دهشت وظنيت بأنه رح ياخدنا لأبو غريب، أوكي. لكن طلع لا، عم يورجينا ياهن أنه هدوني بحالة نشاطهم وحركتهم وكذا، وهذا يعني نحن إن شئنا أو أبينا رح نروح بفكرنا على مشاهد العري الإنساني بأبو غريب. نحن ورجانا الجنود من جهة بالحمام، ورجانا أيضا الصبية والعريس بالحمام، فهي هذا الجانب الإنساني البحث اللي ممكن نشوف الناس خارج الكاميرا، يعني بمعنى مو قاعد تحت الرقابة، مزبوط، بحالته الحيوية، بحالته شو عم بيحكي، الكلام اللي بيفلت. أنا حسيت بأنه هدون مبررات كتير جميلة وبدونهم ما بيسوي، لكن ما التمثيل يعني استخدام هيك شوتس بيعتمد كتير على الممثل. التمثيل كان ركيك كتير ببعض الشوتس، يعني انه اذا انت مستخدم شوتس مشان تعيش الجمهور او تعيش المشاهد وتعطي حلاوه للفيلم، اذا الممثل ركيك ومش قادر ينقل لك هذه الصوره بشكل مزبوط 100%، طب ليش استخدمتها؟ هلا انت احنا بالسينما امام حالتين، حاله ابطال ونجوم وممثلين كبار بجيبوا الجمهور، ونحن امام حدث جديد بكر لسه عم بيضاء. أنا حسيت بأنه المخرج كأنه عاطي لنفسه راحة معينة من أجل يشتغل بمنطقة ما شاغل عليها من قبل، يعني كأنه روح الهاوي رجعت له بهذا الفيلم من أجل يعطي إضاءات معينة أو يكون سباق على غيره بأشياء معينة. أوكي. ما عم برر له، لأنه هو المخرج عامل توازن تماما، توازن بثلاث وجهات نظر، وجهة نظر أمريكية، وجهة نظر عراقية، وبالتالي هو عم يحاول يوقف بالنص، لكن عم يبرز منه أشياء بسيطة بتدل على أنه له موقف. طيب خلينا هلا ننتقل، قبل ما نكمل بأسئلتنا رح ننتقل للتريفياز أو الحقائق عن الفيلم. أول شيء أنه الفيلم صور بالكامل بمدينة جرش الأردنية، واستخدم المخرج اللاجئين العراقيين هناك وعدد من الجنود الأمريكيين كممثلين وأكستراز بالفيلم. مثل ما وضحنا سابقا، المخرج ما عطى نص مكتوب للممثلين، بل اعتمدوا بشكل كلي على تكنيك الارتجال عند الممثلين أمام الكاميرا. الفيلم وحسب موقع Rotten Tomatoes حاز على الثناء من العديد من النقاد، ومن جهة أخرى حاز على انتقادات لاذعة جدا وصلت إلى حد وصفه بالفشل الذريع لحقائق مرعبة عن مجزرة حديثة. والفيلم حصد جائزة واحدة، وهي أصادف الفضية كأفضل مخرج في مهرجان سان سيباستيان الدولي، وكمان مهرجان تورونتو للأفلام ومهرجان لندن السينمائي الدولي. طيب نرجع لضيوفنا الأكارم، أنت مش كتير عجبك الفيلم، يعني مش فكرة مش عاجب، شوف يعني هلا مش فكرتك مش كتير عاجبك، بس أنه يعني مش عاطيه حقه، أو لا تعتقد أنه يستحق أنه يكون فيلم فيتشر؟ أكيد، يعني أنا لا هو اللي دوكومنتري ولا هو اللي درامي، يعني confused، يعني فيلم ضايع يعني ما تقدرش تحدد له هوية محددة، فيك تلخصه بعشرين دقيقة ويطلع شورت فيلم يخلص. أكيد دي حاجة. الحاجة التانية، هو جاي هو عمل فيلم بيوصل مسجات معينة،
المسجات، حتى المسجات نفسها اللي حب يوصلها كانت فاشلة لأنها متناقضة. مثل يعني على سبيل المثال الجندي الأمريكي لما دخل على واحد ووراه له صور بتاع الإرهابيين لما مسكوه ضربوه فتأثر جدا ويعني تألم جدا لمشهد تعذيب تعرض ليه مواطن عراقي. اوكي. تحس كده ان الامريكاني ملاك، يعني الجندي الامريكي انسان حساس جدا ورقيق، اوكي واكيد في الكلام ده. طيب والعراقيين اللي نبهوا الامريكان عن وجود القنبله؟ هل هم دول خونه؟ هل هم دول عملاء؟ هل هم دول وطنيين؟ يعني ما تقدرش برضو تفسر. اوكي. اللي بيرفض المقاومه واللي بيدعوا ليها. رسائل كتيرة تحس انها متناقضة، بيلو عنق الحقائق، مين اللي قال له ان اللي قتل الجندي ده كان من القاعدة مثلا؟ اوكي. اذا كنا بقى نتكلم اذا كان ده فيلم دوكيومنتري، الدوكيومنتري هنا انت شفت ان القاعدة هي اللي فجرته، اللي فجرت القنبلة او زرعتها في الطريق. هو الفيلم مش دوكيومنتري ودراما بس بالطريقة دوكيومنتري. ما هو بطريقة دوكيومنتري. اوكي. ليه اقحمت القاعدة؟ عشان تعمل لي تدوب لي الخط الفاصل ما بين المقاومه والارهاب. القاعده اعترفت باثناء الحرب العراقيه باداء العديد من العمليات العسكريه والتفجيريه والارهابيه مذبحه حديث او عمليه التفجير بتاع حديث. أوكي. مش بالضروره ان هم اعترفوا بيها، وممكن اي حد يطلع تجيبه يطلع شريط ويقول لك انا نعلم مسؤولياتنا عن كذا، وانت عارف ان كل ده مفبرك او بيتم فبركته. مشاهد كتيرة جدا برضو بتحمل رسائل غير سوية. طيب فنيا وإخراجيا ميوزك كمان، خلينا نحكي عن الموسيقى. بتذكر الحلقات الماضية حكينا عن الموسيقى واسترسلنا بالحديث. بس لا مسير الفيلم للنقاش، يعني ليش مثلا أنا حسيت بأنه عم بيشدني الآن؟ لأنه ما يجري في الفيلم في جمل على لسان قائد الفصيل: اقتلوا كل من ترونه، حتى النساء ممكن يكونوا حاملات قنابل فاقتلوهم. هاي عملية القتل للأطفال والرجال والنساء والكذا نراها الآن بأيدي غير أمريكية، لذلك يشدني هذا الفيلم. هو يضع يده على مسألة القتل الجماعي بدون رحمة من أجل مقتل عسكري، من أجل مقتل عسكري، والعسكري أيضا داخل لمكان غير مكانه ولا أرض غير أرضه ومحتل. هلأ هناك نقطتين غايبين عن الفيلم، مسألة الإعلام ومسألة الإرهاب، يعني ما عم بيناقشهم بكتير وضوح لكن عم بيمسهم. لا هو أصل لحاجة خطيرة جدا، يعني أصل لإيه؟ أنك أنت إذا تعرضت الغزو أو تعرضت القمع أو تعرضت لأي شيء لابد أن تستسلم ولابد أن تمارس الخنوع والخضوع، وإلا تتعرض لردة فعل انتقامية. المسج ده مسج خطير جدا، يعني انا المفروض ان انا ما ازرعش قنبله، هاجم الامريكان، اقاوم حق في المقاومه كشعب محتل، والا تعرضت لعمليات قتل جماعيه. طيب هو مش بالعاده بالحرب يا قاتل يا مقتول؟ اكيد على مستوى شعب، مش على مستوى حكومات وصناع قرار، على مستوى الشعب يا قاتل يا مقتول. على كل ان احنا عم نناقش الفيلم سياسيا، هلا بدنا نحكي عن الفيلم موسيقى وفن وهيدا، بس رح ننتقل لتقييم الفيلم. نحن بالعاده بتوزع الاندف في الحلقه بنقيم الفيلم من 10، قد ايه بتعطيه من 1 ل 10؟ 10 كثير رائع، 1 ضعيف جدا. هلا هو بسلسله افلام الحرب بياخذ وسط 5 5 5 يعني 5 6 5 ونص، بس بالنسبه ل يعني بالنسبه لافلام الحرب. لكن ايضا لابد من هيك فيلم سلسلة أفلام الحرب اللي عم نشوفها، مثل ما قلت دماء أخي وأوسمة الحرب والمسائل اللي بتناقش وضع الجنود الأمريكيين مع قوادهم والمحاكمات اللي بيتعرضوا لها فيما بعد، تحميلوا المسؤولية بينما الضباط بيطلعوا برا وهن دائما اللي بيفخموا بال. يعني أنت بتعطي 6؟ 5.5 5 5.5. قلت أنا أنه ينتمي هو إلى أفلام الهواة تقريبا، يعني الهواة أكثر من بروفيشنال، اللي فيه شيء جديد، يعني بمعنى الهاوي اللي ما احترف بعد. أنا شايف في حاجة صلاح. أنا شايف في حاجة قبل ما أقيم الفيلم، بس ربما نقدر نشير للفيلم أو تجربة المخرج فيها على أنه حاجة عاملة زي المسرح التجريبي. يعني حب يعمل لنا فيلم على نمط المسرح التجريبي، فيلم تجريبي بدون سكريبت، بدون حوار، يعني
الارتجال اختيار الشخصيات، شخصيات شاركت في الحدث زي قائد الفصيل بتاع المارينز، وده يمكن بعد كده شارك في افلام كتيره تانية او كان دي بابه للسينما. يعني نلزق طينه، نضرب الطينه في الحيط، لزقت لزقت ما لزقت خلاص مش مشكله. انا يعني انصافا للمخرج اذا كان يقصد التجريب زي المسرح التجريبي كده ان يقدم لنا حاجه ربما يخرج منها او تتطور بعد كده الى شيء اخر، فبديه 3 من 10. انما لو إن هو ما يقصدش 3 من 10 لو ما يقصدش يبقى 1 من 10. كره الفيلم على الاخير. لا لا. على كل إن شكرا لضيوفنا بالاستوديو، السيد حسان عزت شاعر وناقد فني والكاتب الصحفي والناقد صلاح محفوظ. مشاهدينا انطروني بحلقه جديده الاسبوع المقبل وفيلم جديد.